الأمام الكبير المنتخب الألماني بطل 2007. التصويبة الأولى والهدف الأول 2.4 سنتي بين الثلاث خشبات. أجمل المنتخب البحريني والهدف الثاني. والله صعبة 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 على محمد حسن حارس المرمى البحريني. حلوة حلوة حلوة. بطولة العالم وفاز ببطولة العالم كمدرب، سجل كبير. تمريرة للاعب الدائرة حلوة محمد ميرزا وهدف للمنتخب البحريني. البحرين تلعب تلعب، البحرين مخاوف. البحرين بطولة العالم عندما أقيمت في ألمانيا واحتفالات ألمانيا واحتفالات هذا المدرب وهدف لسعيد جوهر. غير في شكل غير بالنسبة للمباريات وبالنسبة لأداء اللاعبين، لذلك تفاجأ لاعبتنا. الكرة مع المنتخب البحريني وهدف هدف هدف للأحد. هذه الدول فرصة للوصول للدور الثاني. باسكال صوب باسكال صوب. ضربة بالتصويب يعني إمكانيات بشرية غير طبيعية. حلوة حلوة حلوة. مع هجمات وتمريرات المنتخب الألماني راح يصوب صوب. حلوة صوب. ومحمد حسن صاحي اللقاء يكون يعني منافس ليس سهلا ليس سهلا حقيقة. المنتخب لديك جعفر يحاول إيجاد ثغرة. تمريرة جانبية حلوة. لعبة حلوة لعبة حلوة وفيها مجهود فردي وتصويب كرة فيها استعجال. هذا الكلام هذا الكلام يعني راح أقول لكم شيء. الله يعين البحرينيين، الله يعين عيال المحرك. أوه حلوة 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 حلوة. الهدف أول وحيد بداية الشوط وتمريرة خاطئة وهجمة بحرين. أوه الحارس طولة 1.94 متر. ناخذ بالنا صوب وسجل صوب. لاعب الفانيلة احسب عليه خطأ. فرق جسماني صحيح لكن يلعب كرة يد، كرة ترجع للمنتخب. تاريخ يعني مخضرم. مهم ننطر تصويب صوب. الله مرة ثانية حبيبي صد الكرة. وهجوم ألماني. تمريرة خطيرة خطيرة. برافو يا حبيبي برافو يا عزيزي. مدربين وماذا بعد الدور الثاني. تصويبة قوية ومحمد حسن يتألق. ينظم صفوفه ويقرب. كرة مع تصويب وهدف. حلو حلو. ما احنا محتاجين للسحب يا أدريان. يا عيني يا عيني. لعبة جميلة لعبة بمجهود فردي. حجز خاطئ. تمريرة هذه خطيرة 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 خطيرة. على طول تكون دقيقتين. هجمة للمنتخب البحريني. وين وين بالمرمى وين بالمرمى. تاريخي. هجمة المنتخب البحريني. مرر وين. حلو حلوة. يمكن الناس تقول احنا وقعنا في مجموعة صعبة. لا والله احنا نقول وقوعنا في هذه المجموعة الله 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 مكسب لنا. شو 32-16. تمريرة خطيرة. يا محمد يا حسن ابتسم بها. من اللاعب الألماني أدريان فال صوب وحسن ولد حسن يصد وعكسية. نمرر. اوه حلوة 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 حلوة. برافو يا جعفر يا عبد القادر. حتشوف الروح الرياضية الحلوة. نصفق لها نشجعها. شوف جعفر عبد القادر كرة تقدم الحارس سيليفيو وارسل كرة بمرمى سيليفيو. الفت اليد راح تشاهد كل المباريات منقولة بقناة الجزيرة وهدف بحريني والمباريات